الطالب الصحراوي يقصف العياشات تحيا الجزائر. في النقطة الثانية هو التركيز على الجزائر، المغرب يحاول الهروب إلى الأمام ويحاول إرغام الجزائر في هذا المشكل، والطرفين المعترف بهم دوليا كطرفي النزاع هم جبهة البوليزاريو والمملكة المغربية كهو. المغرب لديها اليوم عقدة من الجزائر، الجزائر حررت أرضها بالشهداء والجزائر وقفت وقوف الكرام مع القضايا العادلة. يا أخي إذا كانت عندكم عقدة أنكم ما زلتم مستعمرين ولا زلتم يعني تركعون للملوك، هذه مشكلة. حروا روسكم، عدلوا فورا بتلوين خرائط، ومطالبة أيضا بأراضي جزائرية، وهذا وهي ما عرفت بسياسة شخبط شخابيط لخبط لخبيط مسك الألوان ورسم على الخريط. يعني لا، وأولا أول مرة في القانون الدولي تصير نانسي عجرم.